انتقال جغرافي مفاجئ للحرب الأوكرانية إلى قلب العاصمة الروسية موسكو قلب الطاولة على روسيا لتملأ المسيرات سماء العاصمة. وبالرغم من أن الدفاع الروسي أعلنت إسقاط تلك المسيرات، إلا أن الكرملين أقر بأن دفاعاته الجوية في موسكو بحاجة إلى تحسينات لمواجهة التقدم غير المتوقع لكييف داخل الأراضي الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف إن الدفاعات الجوية في موسكو كانت تعمل بشكل فعال، ولكن كان لديها مجال للتحسين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.